أحبك، كلمة سمعناها كثيراً في الحياة وفي الأعمال الفنية، ولكن عادة لا يكون الهدف من ورائها بريء. أحياناً يكتب المؤلفون كلمات الحب لتعبر في سياق الدراما عن الابتزاز العاطفي، فعلى مر السنوات عالجت السينما في أفلامها ظاهرة الاستغلال العاطفي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. شاهدنا ذلك في فيلم زقاق المدق، عندما تعرضت بطلة الفيلم شادية للتلاعب بمشاعرها على يد يوسف شعبان الذي أوهمها بالحب وقام بجرها إلى حياة جديدة أنستها الزقاق وأهله. وإن عينيكي أجمل عينين في الدنيا. احنا هنستنى هنا كتير لحد ما نتعرف بعض كويس. انتي خايفه روحي؟ وهخاف منك ليه حميده؟ انا قلبي في طريق انتي يا حميده، وعمري قلبي ما كدب عليا. انا من ساعه ما شفتك يا حميده وحسيت ان احنا الاتنين اتخلقنا لبعض. وعشنا نفس هذه المعاناة مع شادية، لكن هذه المرة في فيلم نحن لا نزرع الشوك، حيث أوهمها صلاح قبيل بالحب وذلك طمعاً في أموالها. ده أنا قدامي حتة الدين مطبعة وفست لقطة تطبع ست الوقت مرة واحدة. ما كان إيه غول هدي تاكل سؤك. طب ما تشتريها واجيب فلوس منين بس يا سيدة؟ ماخد بالربا. وده معقول؟ أمال هجيب منين بس يا سيدة؟ أنا أديك اللي أنت عايزه. مش ممكن، أنا حالف ما مسش فلوسك. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا عباس؟ هو أنا غريب عنك؟ ده أنا مراتك وأم عيالك، واللي حيلتنا هيفضلهم ولا هناخده معانا؟ ها عايز كام؟ إذا كان ولا بد يبقى لازم أكتب لك حتة الأرض علشان تبقى هي واللي عليها ملكك. يا سلام يا عباس، هو في فرق بيني وبينك؟ وغالبا ما يكون المال هو الهدف الأساسي من وراء الاستغلال العاطفي، كما رأينا في فيلم لا تسألني من أنا من بطولة يسرى وفاروق الفيشاوي. أنا عمر ما جريت ورا الفلوس، إذا كان أهلي بيفكروا بالطريقة دي فلازم نعذرهم. أنت عارفة كانوا أغنياء قد إيه؟ بس أنا موقفي بقى صعب قوي، خصوصا بعد ما سبت البيت. إحنا لازم نتجوز وبسرعة. أنا جالي جواب من الدكتور في جنيف بيقول لي إن هو يقدر يجيب لي منحة من الجامعة هناك علشان أكمل الدكتوراه بتاعتي. هتسافر وتسيبني؟ ليزي ما تفهمنيش غلط، أنا هسافر أسبوع واحد أرتب أموري هناك وأرجع أتجوزك ونسافر على طول. بس أنت مقتنع باللي هتعمله ده؟ ده الحل الوحيد علشان نبعد عن كل المشاكل، وعشان كمان مامتك تصدق إن مش كل حاجة هي الفلوس. ولم تغفل السينما إلصاق فكرة الاستغلال العاطفي بالمرأة أحياناً، كما حدث في فيلم السيد قشطة. عايزاك. جمالات سيدة مراتي. قلت لك هو أنا عايزاك. طيب. وزخرت الشاشة الصغيرة بالكثير من المسلسلات التي ناقشت أيضاً الاستغلال العاطفي، فقد عبر عنها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في رائعته الراية البيضاء، من خلال شخصية الصحفية أمل صبور التي قامت بتجسيد شخصيتها النجمة سمية الألفي، بالإضافة إلى مسلسلات أخرى مثل الحاوي والتوأم ولن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحاج متولي وغيرها من المسلسلات.